برضو قبل ما ننتقل لخبر تاني، بما ان احنا فتحنا موضوع السوشيال ميديا وانقطاعها بالامس 6 ساعات، خليني بقى اقول لحضراتكم الاضرار او كلف شركه فيسبوك الانقطاع ده اللي هو 6 ساعات قد ايه. ودي يعني حسب المواقع المختلفه اللي نشرت هذا الخبر، بيتكلموا يا كريم ان كلف حوالي 164 الف دولار خسائر. ده في ايه؟ ده في الدقيقه. اوعى تفتكر في الست 164 ساعات. 164 الف دولار خسائر في الدقيقة الواحدة، يعني احنا بنتكلم مثلا في 60 مليون دولار كإجمالي، يعني انت فاهم الموضوع. طبعا فاهم. لا واسهمهم كمان، اسهم الفيسبوك ده طبيعي طبعا كبير. بالتالي ماشي.